الخدمة العامة، الوظيفة، خدمة الناس، وأهم موقع أو جهاز في الدولة وهو الجهاز الإجرائي والتنفيذي الذي هو الحكومة. الحكومة التي عليها أن تنفذ قرارات، توجهات، فلسفة النظام السياسي. وكلما كان هذا الجهاز الإجرائي التنفيذي متماسكاً، متفانياً، ماهراً، منسجماً، في تراتبية منظمة، كلما استطاع أن يحقق أهداف هذا النظام السياسي. حضرنا هذا المؤتمر الذي أقامه مكتب بناء الدولة، وهو مؤتمر معني بتكريم المتميزين من الوزراء ومن يعني الموظفين والدرجات الخاصة، ويعني حقيقة هذه كانت لفتة جيدة لأجل دفع المتميز من أجل المزيد من العطاء. هذا المكتب هو مكتب نخبوي مهني مستقل، ما تابع يعني يضم مجموعة من الموظفين، هدفهم هو تقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي، كيفية التخادم فيما بيننا. هذا المكتب هو مشكل إلى لجان، كل اللجان الموجودة في يعني تابعة لوزارات معينة، ندرس القوانين الموجودة في هذه الوزارة ونقدم ورقة عمل إلى مجالس المحافظات أو إلى مجلس النواب للمساهمة وإضافة بعض التعليمات أو التعديلات لهذه القوانين. ما معمول به أن يكرم الإنسان بعد وفاته، ولكن أن يكرم في حياته، هذا أعتقد له دلالة كبيرة على الرعاية والدعم والإسناد، تعطي طاقة إيجابية لجميع العاملين لمزيد من الإبداع والعمل المستمر لبناء عراقنا العظيم.